والحمد لله، يعني الاجواء راه جميله جدا، واحد الاجواء اخويه، اجواء ذات طابع انساني. الحمد لله الانسان الاخوه عارفين المسؤوليه المنقات على الاكتاف ديالهم، مسؤوليه كبيره كتجلى في اننا كنوصلوا الامانه اللي حنا جمعناها مع هاد الناس، كنوصلوها للناس اللي كيستحقوا هذا الباب هذا. فالحمد لله المسؤوليه راه كبيره، وهذا راه تكليف قبل ما يكون تشريف. وما نخفيوش الشمس بالغربال، يعني هذه المرحله هذه كانت شي شويه صعيبه نظرا للجائحه، حتى الناس اللي كانوا المساهمين شويه كانوا اقل من الناس اللي كانوا مساهمين من قبل، وكان واحد شويه يعني كان واحد الاكراهات حاولنا نتجاوزوها في المرحله. والحمد لله حنا نفس القيمه اللي حنا مشينا بها العام اللي فات هي نفس القيمه تقريبا، مع الاضافه ديال شويه تغير بعض الاوجه بعض الناس، وهذا في حد ذاته راه مكسب، لان العمل التكافل الاجتماعي راه ما كيوقفش عند فلان ولا عند علان، هي واحد القافله مستمره. بطبيعه الحال كنتنسق مع جمعيه تيفاوين اللي هي جمعيه كاينه تما نشيطه كاينه تمايا، وهما اللي كيحضروا لنا الاسر وكيعرفونا على الناس تمايا، وكيهيئوا لنا الاجواء اننا باش تكون عمليه سلسه، تكون عمليه يعني جيده باذن الله. الفئات المستهدفه صراحه يعني ما نقدرش نميز الفئات المستهدفه في هذيك الدواوير، لانهم كلهم مستهدفين، لانهم كلهم معنيين بالامر ومعنيين بالمساعدات، ولكن فئات المستهدفه بالاساس هما ذوك الارامل واليتامى والمساكين، هما الاولى بهذا الاحسان هذا. السلام عليكم، اسم ديالي عادل العيدي، عضو جمعيه النهضه فرع ازمور. اليوم حنا هذه المده ديال 6 اشهر حنا تنوجدوا لهاد الرحله للجبل باش نديروا هاد البادره الطيبه. هاد القافله اللي هي كانت من قبل، اما دابا انا حيت انا كنت يلاه دخلت معاهم الجمعيه دابا شي 6 شهور صافي، وهنا دار اجتماع دابا نيش 6 شهور بان غندار القافله وكذا هادي، وبدا الحماس في الاخوان اللي معانا، وكلشي بدا اللي عنده شي حوايج مستعملين جداد كلشي، يعني حنا ماشي ضروري نديو لهذوك الناس الحوايج اللي قدام، ولا حنا عاد غادي اللي بحوايج جداد وحوايج اللي في الامتياز، زعما اي واحد غيستافد مني راسي وجبد انا اللي جابوا لي بحال هاد الحوايج غادي نلبسهم. والمهم هذاك الشيء اللي غاديين فيه راه نتوما غتشوفوا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.